هلأ هون أنا عندي نودلز طبخناه وحطناه عليه الصلصات اللي بيجي بالباكيت والأمور تمام. وهون عندي جبنة شرايح، وهون عندي ورق الأرز. هلأ ورق الأرز كيف نستخدمه؟ بس مننزله بمي عشان تشتش معنا، أوكي؟ كل نوع بفرق عنه. هاي بدها تقريباً 30 ثانية، ضلنا هيك نلفها، مش مبين إشي منها من فوق زي الجيلي فيش. سلمى بالقلب بتحكي سحر. تمام، هينا لفناها، وبعدين بأصبعنا هيك مننزل المي، أوكي؟ حتى لونها كيف تغير، كانت شوي راح زي جد كأنها رز. أيوة كأنها رز مخطط بمي، طلعت النشا تبعها. يعني أنا بحب كثير هاي الأشياء السريعة التحضير شوي. أوكي يا سلام، أوكي، ومنزيدها بالنص، وبعدين ناخد قطعة من الجبنة الشرايح، أوكي، وهلأ منلفها بهاي الطريقة. بسم الله، أوكي، منلفها. كيف صارت جد، شوفت القوام كيف صارت. جيلاتينة. جيلاتين جد زي الجبنة. نعمل هيك، وبعدين منسكرها زي برك الجبنة من هاي أو زي كأنه عم نعمل ورق عنب، أوكي؟ حرفيا بالضبط، منلفها هيك. بس يعني ورقة عنب بتشبع. أيوة بالضبط، اكسترا لارج ورقة عنب. أوكي؟ هيك صارت عنا جاهزة. على فكرة هلأ راح أنزلها بالمقلاية، أول إشي الجهة اللي ما عليها جبنة، وديروا بالكم خليهم بعاد عن بعض عشان إذا مسكوا بعض راح يلزقوا ببعض. مسابقات وجوائز، شفتوا، وجهنا خير عليكم. هيك خلصنا نبيل، هلأ أنا راح أمسكها، طلعوا كيف صارت هيك، فهيك صارت مقرمشة من هون، وراح نقولها على الصحن هلأ. تمام، أكون معكم صريحة، بدها سبع دقايق. هيك جاهزة، بنقدر نفتح واحدة على السريع. هاي بسم الله، بكل بساطة هاي هي. عن جد لازم تجربوها، طيب كثير مع المينيز كمان الياباني. طيب احنا هيك خلص.